مرحبا ليكم 11 لاعب حاضرون مونديال قطر مع المنتخب الوطني المغربي ويغيبون عن كان كوت ديفوار بسبب خيارات المدرب وليد الركراكي او الإصابة. البداية بالحارس رضا التقناوتي، قائد الوداد يحيى جبران، عبد الحميد الصابري، الساطع عبد الرزاق حنطال مهاجم الاتحاد، بدر بانو مدافع قطر القطري، الزروري لعيب بيرنلي، أشرف داري مدافع بريست، وليد أشديرة المحترف في الدوري الإيطالي، زكريا بوخلال لاعب تولوز، جواد اليميق المنتقل للدوري السعودي، إلياس شاعر. في رأيك من هو اللاعب الذي يستحق التواجد مع المنتخب في الكان من بين هؤلاء اللاعبين، ومن هو اللاعب الذي كنت تتمنى التواجد معه وليد الركراكي؟